مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. اهلا وسهلا فيكم فيديو جديد وخبر جديد. انا اياد اوكي ورجعت لكم فيديو جديد. اليوم الفيديو حيكون عبارة عن مجموعة من الاخبار السارة. الحمد لله كل اخبار اليوم حتكون سارة وكتير كتير حلوة. نبلشها من الخبر الاول. خلونا نشوف الخبر الاول هو انه صفا سرور حتكون بعد يومين بالسعودية. حاليا ما حكت صفا سرور عن سبب تواجدها بالسعودية بعد ايام، بس اللي بنعرفه انه السعودية حاليا عم تشهد فعاليات ومواسم واشياء كتير كتير حلوة ومهرجانات كتير كتير رهيبة، اوكي؟ ولأول مرة عم نشوف هالشي بالسعودية بهالضخامة، اوكي؟ فكتير من الانفلونسرز واللي عم نشوفهم على مواقع التواصل الاجتماعي عم ينشروا فيديوهات صور حتى فلوجات من هناك. ومؤخرا شفنا لارين بيوتي واحمد نصيد وعدد كبير من اليوتيوبرز زاروا السعودية عشان هذه المهرجانات. فممكن صفا سرور هناك حيكون بالنسبة لهالفعاليات الموجودة بالسعودية، أو حيكون على شيء معين أو شغل خاص بها. 10 أيام تحديداً عم تفصلنا عن مسرحية دايلر اللي حتكون بالسعودية. فدايلر من قبل أشهر عمل أول مسرحية وأول تجربة له بعالم المسرح بالكويت، اوكي؟ فهذه المسرحية مسرحية اليوتيوبر حيعيدها دايلر بالسعودية، فالتذاكر عم تتباع لحد هلا ولساتها عم تتباع وضل 10 أيام لحتى تبلش المسرحية، اوكي؟ فالمسرحية اللي شاهدناها من قبل أشهر كانت كثير رائعة، مسرحية سيناريو تمثيل وحتى كانت فيها أغاني، فالمسرحية عموما كانت كثير كثير رائعة. دايلر حيعيد المسرحية وحيعيد العمل على المسرحية مرة ثانية، بس هالمرة حتكون بالسعودية وتحديدا بالرياض. اليوتيوبر المغربية إحسان متواجدة حاليا بالجزائر ولأول مرة عم بتزور الجزائر. بتزور حاليا الجزائر لأنه رح تعمل مقابلة في برنامج معين هون بالجزائر مع صحفية جزائرية كتير معروفة، فهذا هو السبب اللي خلى إحسان تزور الجزائر ولأول مرة. من بعد ما تخطط أصالة المالح حاجز 1,000,000 مشترك على قناتها الخاصة قناة أصالة مالح، أخيرا وصل لإلها درع 1,000,000 وشاركت هذه الصورة على الإنستغرام لحتى تفاجأ متابعينها وتشكرهم على إيصالها لهذا الرقم. بكل الأحداث اللي عم تصير بالصين، والصين نشر كويلي هذه الصورة الإبداعية اللي كانت إبداع للتضامن مع المسلمين، وكتب عبارة كتير كتير حلوة أنا شفت فيها، وخاصة الصورة تصميم الصورة كان كتير كتير رائع ومعبر. كتب: نستطيع أن نقول لا حقوق للمسلم عند مدعو حقوق الإنسان. أما نور ستارز فاسترجعت مجموعة من الذكريات لإلها لسنة 2019. خلونا نشوف هذا الفيديو ملخص لكيف نور ستارز استرجعت هذه الذكريات وكشفت عن حقائق حصرية جدا. فنور ستارز استرجعت مجموعة من الذكريات من خلال الصور يلي نشرتها بسنة 2019، واسترجعت كمان مجموعة من النجاحات يلي حققتها خلال هذه السنة. فأول صورة علقت عليها نور ستارز هي صورة البروفايل تبعها على حسابها على الانستغرام، حيث علقت على الصورة أنها من أعز الصور على قلبها لأنه بيربطها بيوم كان من أسعد الأيام بحياتها ومن أحلى الأيام كمان بحياتها. أما الفيديو الثاني اللي عقدت عليها نور ستارز هو فيديو مفضل كمان عندها، وهو فيديو فوزها أو خبر فوزها بجائزة نجم الإنترنت العربي المفضل لنيكلوديون، وأيضا كمان علقت على حمرتها مع ميبيلين واللي علقت على أنها من أهم الإنجازات والشغل لإلها لسنة 2019، وكمان برنامجها مع ميبيلين مكياج بنات اللي كان ينعرض بخلال شهر رمضان اللي كانت أول تجربة لإلها بتقديم البرامج، وأيضا علقت على صورة الدرع الماسي اللي هي أول يوتيوبر عربي بيتحصل على هذا الدرع ويتخطى حاجز 10,000,000 مشترك، وعلقت كمان على صورة اللي من الصورة اللي كانت فيها من أمام مدرسة نيويورك فيلم أكاديمي اللي كانت من بين أقوى المدارس بأمريكا للتمثيل والإخراج، وكمان علقت على فيديو أغنيتها اللي كانت أول أغنية لإلها وتعلمت من خلال هذه التجربة عدة أشياء بخصوص الغناء والإخراج وكمان الفيديو كليب.
وكمان علقت نور ستارز على التمثيل، فنور ستارز عم تنتظر فرصة للتمثيل. فكمان صراحة نور ستارز إذا جتها فرصة التمثيل فما راح تخلي هذه الفرصة تضيع منها، وراح تجرب التمثيل بما أنها درست في نيويورك فيلم أكاديمي. من بعد ما رجعت أسراء لساحة مواقع التواصل الاجتماعي عامة مو بس الانستغرام، رجعت وبقوة وبمفاجآت جديدة، فنشرت أسرار هذه الصورة اللي عم تشوفوها مع شخص ماسك إيده، لحد هلأ ما بيعرف الناس مين هذا الشخص، وصار يتساءلوا بكثرة خانة التعليقات مين هذا. أسرار راجعة وبقوة وبمفاجآت جديدة، هذه هي التساؤلات اللي كانت للناس من بعد ما نشرت أسرار هذه الصورة. فلحد الآن الصورة عبارة عن سر متواجد عند أسرار فقط وما كشفت عنه. أما نفس الصورة شفناها لعزة زعرور من قبل أيام، فعزة زعرور كشفت عن خطوبتها وكشفت عن زوج أو خطيبها، مو زوج خطيبها، فكشفت عن وجه خطيبها وشكله وكل شيء، وكشفت عن إنستغرامه وكل شيء. هذا اللي عم تشوفه بالصور هو خطيب عزة زعرور اللي كشفت عنه وكشفت عن خطوبتها وفاجأت متابعينها من قبل أيام بنفس الصورة يلي نشرتها أسرة. أوكي، فهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك إذا عجبكم الفيديو، ولا تنسوا كمان تشتركوا بالقناة لكي توصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول. أنا إياد، أحبكم كتير كتير وبشوفكم فيديو جاي. باي باي.